الشامي، حلوين دول الوردات. وينو؟ كيفكم انتم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جهزت لكم طبق غير شكل. الله لا يوفق، سرقت الشامي. ايه يا جدي والله صرعونا. لك لسه ما فرح بالترند. وشو ذنبي انا لحتى انصرع من الترند؟ انت شكلك عم بتحاربي الفن الصاعد يا بنت. بلا صاعد بلا نازل، المهم سرقت له زلعومه. شوف شو محرز، مو انت بدك طبخات فنيه؟ هي عم بتطبخ لك نجوم على الاول. اذا هيك ماشي الحال قولي يا رب. نسيت الغنيه. منقطع وشاف. منشيل الجلاميط ولا منعمل شرايح. منقتل الزنجبيل والبصلات. منجيب شوية شبينتو بيضة، شوية دواء غسيل مشان نظافة، بهارات فنية، صوص مواليد 2009، معلقة سلطة وسمانة، بهارات فن هابط، زيت خروع، شوية كالوريا مشان تروح ريحة، ومنضاك منيح. متابعين الغوالي بدي منكم طلب مشان ما ازعل منكم طبعا، كتروا شيرات لانه خف المشاهدات عنا. بيضة مشان تكمل الزناخة، بهارات دو ماجور، صوص السي بي مول شي على الاول، شوية بودرة صبابيط، بهارات الاخرى، وبيضة كمان مشان زناخة. منضيف دموع المراهقات، صوص يعدمني اياكم صار جاهز، وبندعك بكل حب وفن. ما لقيت زودتوها كتير ولا منتأكد انه الزيت حمي او لا، ومنبلش ننزل التتبيلة. هلا بيكونوا استووا، منرجع من اليوم مرة تانية ومنحركهم بكل فن. نرجع من اليوم مرة تالتة مشان ضمان النكهة. بهارات سلامتك بيد الله يا محملني أزية، يا ريت ما شفتك. وهلا بنحط البندورة. يا جدي يا ليل ويا العين. الله لا يوفقك. شو شكلهم مرمدين؟ ليش هيك طالع شكلهم بأزز؟ كأنه بهرتيهم كتير. ايه جدي، هاي البهارات فنية هيك لونها مشان تستطعم بالفن الهابط. خد كل وتنى آخر من عنا. طيب والله، كانوا في بهارات تانية كمان. بهارات الفن الهابط. ايه جدي، في شي مطرب زعجك؟ ايه والله كتار، إذا بدك تبلشي فيهم ما بتخلصي، بنضل عم ناكل ومروق. وهذا هو اللي بدنا اياه.